عاد مستتيرنا الضال. أخيراً وجدت طريق العودة، ما الذي جئتنا به؟ من نبحث عنه ذمي، شخص من خارج بغداد. أمتأكد؟ وجدت دليلاً، لقد كانوا يعملون مع جاب الضرائب وصاحب الميناء. أحدهما سخر الحراس لمضايقة الذميين وانتزاع أموالهم، والآخر صادر السلع في الموانئ. الانتزاع أفهمه، لكن مصادرة السلع أغراض أخرى من الكائنات القديمة التي يعبدونها؟ إنهم يبحثون عن دبوس شعر نادر مستورد من الطريق الشرقي، سيطرح للمزاد في دائرة المال. دعوة رسمية إلى المزاد، الآن لدينا طريقة للدخول. أحسنت، لابد أن هدفنا شخص مرتبط بالعنقاء والكلولو، شخص يعمل بشكل وثيق مع المسؤولين. سمع المخبرون شائعات عن خازن الخليفة بأنه شارك بشكل كبير في تجارات الكرخ. شخص كهذا سيحضر دائرة المال دون شك. لنستعد، سأبادر بالاستطلاع، قابلني قرب السوق عندما تستعد. لا نعرف الكثير عن هذا الشخص، الاستهانة بخصمك تصرف أحمق. أنت قلقة؟ سأخطو بحذر. الخطة بسيطة، ادخل المزاد كتاجر يريد المزايدة على القطع الأثرية الغريبة. نعلم أنهم يريدون دبوس الشعر وسيحضرون المزاد، لقد تركوه يفلت مرة بالفعل من بين أيديهم. عندما يظهر دبوس الشعر سأراقب الحشد وأحرص على الحصول عليه، سيضمن ذلك لقاء مع هذا الخازن. واثقة أنهم سيزايدون عليه مهما كان الثمن. أجل، سأجمع ما بوسعي من المعلومات عن هذا الخازن قبل بدء المزاد. نظراً إلى منصبه لن تجد النميمة بشأنه قليلة. أول ريشة دون هدف محدد، يجب عليك العثور على الهدف الصحيح، لا تشتت نفسك. ركز على المهمة الحالية، لا جدوى من الإمعان في أمور لا وجود لها، هذا حقيقي. فهمت. الصمت أفضل للعقلاء وأفضل بكثير للحمقى. حظاً موفقاً. أنحن بحاجة إلى الحظ؟ هناك فساد في الكرخ يا خازن، سرقة للممتلكات وابتزاز للتجار وتعذيب للذميين، الفساد مستشر وفي كل مكان.
لكنك في صميمه. حتى هذه اللحظة ينتشر فسادك إلى أراض لم يمسسها سم التنظيم. سمعت عن رغبتك في دبوس شعر سيطرح للبيع في مزاد بدائرة المال. سوف أنافسك في رغبتك الملحة وأجبرك على الظهور. أيها الناس، على الوجه الصحيح، أترغبون في تعليم أطفالكم القرآن، القراءة والكتابة والحساب؟ دعونا نتوقف لرؤية النحو والشعر. كم أدفع لأعمل هنا؟ مرحبا. مرحبا. لنرى البضاعة. من فضلك ألقي نظرة. أدوات نافعة دائماً، هذا جيد لإصلاح العتاد. اتفقنا. لا شيء آخر؟ يجب أن أنصرف الآن. كن بخير. باسم، تعال. كان علي توقع حضورك يا كونغ. أنت تعرفني، تعال لنتحدث. إن لدي ما أطلبه منك. لا أعتقد أننا سنمتلك الأدوات اللازمة لحياتنا على الأقل. هل تعرف أي شيء عن الخازن؟ شخص يعمل لصالح الخلافة. الخازن؟ أعرف شيئاً في الواقع، لكن كما تعرف من المؤلم الإفصاح عن المعلومات الثمينة بلا مقابل. ما العمل الذي تريده الآن؟ تعرف ما يدور في ذهني بالفعل، صحيح؟ كما ترى أيها الحسون الصغير، دائرة المال ليست مجرد حدث مهم للطبقة العليا من الكرخ، بل للصوص أيضاً. هل أخذ أحد شيئاً منك مجدداً؟ صحن فنجان خزفي ثمين أخذه لوقا، لطالما كان يغار مني. أين مكانه في اعتقادك؟ عرفت أنني سأعتمد عليك أيها الحسون الصغير، ستعثر عليه في الصناديق قرب متجره. سأعود بعد قليل. لابد أن هذا هو المتجر الذي أشار إليه كونغ. لنبحث الآن عن ذلك الصحن.
من يمتلك صحنا كهذا ربما سيخبرني الآن بما يعرفه عن الخازن. نشاط مريب فوق الأسطح. إليك. ينجح الحسون الصغير في توصيل الطلب ثانية، هذا ما احتجت إليه بالضبط لاستكمال مجموعتي. ظننت أن هذا يخصه. صار كذلك الآن. على أي حال أصغي جيدا، كنت أشرب شاي الظهيرة المعتاد فسمعت سيدتين تتحدثان عن استيفائهما طلبا لدائرة المال. لقد صنعوا رداء جميلا للخازن بتطريز شرقي معقد، انتبه إلى ذلك. زي شرقي، شكراً يا كونغ. الخازن ذمي من الشرق على الأرجح. مفعماً بالحيوية، لا يجلب التجار إلا أجود التوابل التي أريدها خلال المزار. هذا وقت شراء المصوغات والاختلاط بنخبة القوم وارتداء الأرض. ذلك ما زلنا نرى من يرتدون القلنسوات. لم يكن سجاد من هاجم المتمردين. ليس الخازن من الصنف الذي ليس شيئا نستعجله يا سيدتي. ذلك لن يسر الخازن ولن يسرني. أعرف،
ابتكار العطر عملية معقدة، ونحن نبذل قصارى جهدنا. قصارى جهدكم غير كافٍ. تعالي لنتحدث في مكان آخر. للجدران آذان. تلك المرأة ذكرت الخازن، يجب أن أنتبه لما يقال. لدى الخازن ولع بالقناع كما تعرفين. ليس هناك أكثر من متعاسة عند ضياع 3 دستات من القوارير. مع توقف الميناء عن إمدادنا صار الإنتاج بطيئاً يا سيدتي. بعض الحوادث هناك قد جعلت أيضاً وضعنا صعباً. على أي حال، هناك بعض الأفكار المدهشة حول لم يسبق أن كانت الأمور هادئة على حدودنا فقط، لكن نسق القرنطين لم يخلي عهده. أنت لا تخبرينني بالضبط ما الذي ينقصنا. إنه الدم يا سيدتي. الدم عنصر أساسي في الرائحة، إنه ما يجعل عطر القناع مميزاً. لابد أن نحصل عليه. سأتحدث إلى الخليفة وأرى ما يمكنني عمله. سيتعين على الخازن انتظار العطر. هذا العطر على خطابات جاب الضرائب. لقد ظننت أن رائحته تشبه الحديد. أكانت دماءً؟ قد تكون هذه المرأة من المقربين للخليفة. إنها تعرف الخازن. لابد أن أتحدث إليها. السلام عليكم يا سيدتي. وعليكم السلام. لم يسعني سوى سماع بعض الحديث يا سيدتي بشأن العطر. ليس من اللباقة أن تسترق السمع، ولكن لأنك معجب سأعذرك. اسمي قبيحة، المرأة وراء القناع. له رائحة فريدة. ورد وعسل وخشب صندل، وإذا كنت قد سمعت قطرة من الدماء. دماء؟ كان ينبغي أن أخمن. ظننت أنها ربما كانت رائحة حديد. يولد الدم من الحديد، أليس كذلك؟ لكن بسبب ذلك الجزء يصعب إحضار كميات كبيرة. إذا كان حصرياً إلى هذه الدرجة فلابد من كونه رائجاً بين رجال الدولة. أظنني شممت رائحته بالقرب من الخازن. نينغ تستعمل القناع، إنها مفتونة تماماً بسحره الغني كحال العديد. شيء غريب، لا تبدو كشخص يهتم بفن العطور. ليس من الحكمة أن تحكمي على شخص من مظهره. بالفعل، هل ذكرت اسمك ولم أسمعه؟ باسم. باسم، يجب ألا أضيع وقتك أكثر من ذلك. أتمنى لك وقتا رائعا في دائرة المال يا سيدتي. الخازن امرأة إذن، واسمها نينغ. يدك مما شابه، ثم اتركيه ينضج على النار حتى. لقد فهم المشكلة. أدعي أنني قاضية.
بعد يا شباب. طائفة حصرية لتجار الطبقة العليا، كان يجب أن أتوقع وجود هذا. لا أكترث بما يتوجب عليك فعله، احرقهم أو اقتل كلابهم إن اضطررت. مفهوم يا سيدي، سوف نستعيد نقودك من متجر التاجر غدا. لما ليس اليوم؟ أنتم تصبحون أقل كفاءة كل يوم، لا طائل منكم. قدرك محتوم. طابق العلوي، هناك أشياء لم ترها في بغداد من قبل. قطع أثرية صينية غريبة هنا فقط، ليس بأي مكان آخر. لا تكن خجولاً، اقترب واندهش من مختاراتي في الطابق العلوي. السلام عليكم، هل ذكرت قطعا أثرية صينية؟ نعم يا صديقي، مرحبا بك، ستجد شيئا مثيرا للاهتمام هنا بالتأكيد. هل ترغب في المصوغات يا صديقي؟ يوجد لدي هنا حلي من أقاصي الشرق في المزاد، زهريات نادرة، فناجين شاي متقنة، لكن أميزها دبوس الشعر هذا، آية من الجمال، حتى إن الخازن سأل عنه. أين دبوس الشعر؟ أين هو؟ سيطرح للبيع في المزاد، إذا أردت شراءه أحضر كيساً مليئاً بالنقود. دبوس شعر من الشرق، لابد أن هذا هو الغرض الذي كان الكلول يبحث عنه للخازن. لابد أن أبحث عنه في المزاد. سيبدأ المزاد قريباً. أيها الأحمق، ما مرحبا، السلام عليكم. يا ساس، نيهاو، هلو. موعدنا السنوي يحين مرة أخرى لتلبية أشواقكم والإنصات إلى رغباتكم وشراء ما أظهره الله لنا. يسعدني أن أرحب بكم جميعاً أيها المبجلون في مزاد دائرة المال السنوي. يتصدر قائمتنا الحصرية والآسرة من المتفرقات الغريبة تمثال مذهل من بلاد الهند. إنه مصنوع من العاج على يد أمهر الحرفيين، وسيشكل إضافة مثالية لأي بيت. ماذا لدينا؟ مزايد واحد بالفعل، بل اثنان. لننادي مرة، مرتين، ثلاثة. هل من أحد يود المزايدة على ذلك السعر؟ لا؟ بيعت، أصبحت من نصيب هذه السيدة الجميلة.
أما بعد، فلدينا جمال سماوي فريد من نوعه. دبوس الشعر هذا من الشرق، انظروا إلى التفاصيل على التنين. غرض مثالي للاقتناء، بل والأفضل إهداؤه إلى صديقة تعرفونها. حسناً، كم تساوي هذه القطعة في رأيكم يا أصدقائي؟ 1 إلى الخازنة التي باركتنا بحضورها. نينغ، الخازنة. 2، أهناك شخص آخر؟ لدينا ثالث هناك. ويحي، 2 يتصدر المزايدة مجدداً. ماذا ستفعل يا رقم 3؟ إلى أي مدى تريدون هذا يا أصدقائي؟ استفتوا قلوبكم وأنصتوا إلى رغباتكم. لا أحد؟ بيعت إذن. إلى الرجل الوسيم الملتحي. دبوس الشعر هذا من نصيبك يا سيدي. والآن بخصوص قطعتنا الثالثة، ونشكركم مرة أخرى على جعل دائرة المال حدثاً ناجحاً. عسى أن تظل جيوبكم دوماً عامرة وقلوبكم تواقة. لدي موعد مع الخازنة، تنحى جانباً. آسف، تعليماتي كانت واضحة. دون مشبك لا يمكنك الدخول. هل تعرف من أنا؟ يجب أن أتحدث إلى الخازنة. لقد دعيت، استدعيت. السلام عليكم، لقد جئت لأرى الخازنة. لأي شأن؟ عندي هدية للخازنة إذا كانت ستراني. لا يسمح بالدخول إلا لأعضاء نقود العاج. بلا مشبك لن تدخل. هذا إثبات على أنني من طائفة التجار. انظري، أرأيتي؟ تريد 3 أكياس من الزعفران، و2 من الوانيلا، وزجاجة عسل دون دفع قطعة نقد واحدة؟ مستحيل، هراء، هذا مضيعة لوقتي. مرحباً. هل لديك مشكلات مع الزبائن؟ ليس أكثر من المعتاد. هؤلاء القادمون من نقود العاج يخالون أنفسهم وكلاء الله في الأرض. أتقولين نقود العاج؟ لا ينبغي أن أتحدث عن ذلك، لا أعرف الكثير حقاً. أياً ما تعرفينه قد يساعدني. حسناً، لن يضر إخبارك بما أعرفه. نقود العاج طائفة تجار حصرية، يحملون مشبكاً يتيح لهم الوصول إلى أماكن محددة. كيف تحصلين على هذا المشبك؟ سمعت أن طائفة نقود العاج لا تضم سوى وجهاء التجار، ولا يمكن دعوتك إلا عن طريق عضو آخر. يظنون أن مكانتهم تمنحهم الإذن بأخذ السلع دون نقود. أرأيت غروراً كهذا من قبل؟ هذا متوقع في الكرخ. شكراً لك. مرحباً، أتريد توابل؟ لا دخول بلا مشبك، تعرف كيف تسير الأمور. أجل، لكنني تركت مشبكي بالداخل،
ألا ترى المشكلة هنا؟ دون مشبك لا يمكنك الدخول. لعنك الله. لابد أن هذا مشبك نقود العاج. براق، لدي الحليتان، سيتعين على الحارس أن يسمح لي بالدخول الآن. السلام عليكم. أنت مجدداً، ماذا تريد؟ عندي شيء تريده، دبوس شعر صيني من المزاد، ومعي أيضاً مشبكي. حسناً، يمكنك الدخول. من هنا سيدي. كنت أتطلع إلى مقابلة الخازنة، إنه لشرف عظيم. بالتأكيد، إنها مشغولة، إنها لا تظهر إلا في مناسبات نادرة. لم أرى كنوزاً عديدة في مكان واحد هكذا. هذا رديء الصن، أتسأل ما إذا كنت حقاً خبيراً كما تدعي. هذا الصحن لا يقدر بثمن. أيتها الخازنة، لو أنك فقط. اترك الزبري، لكن أبعد الصحن عن انصري لتتناول كلاب السوق به طعامها. الشرطة شديدة الصعوبة، يجب أن يحذر المرء ألا يتعرض للعض بالداخل. امتنع من فضلك عن الكلام عن الخازنة بما لا يليق. يمكنك الدخول. وجهك غير مألوف. اسمي باسم، جئت بغداد حديثا، لكن ليس بغرض التجارة، معظم تجارتي في التحف والمقتنيات الفاخرة. نظرتك للتفاصيل دقيقة. ماذا أحضرت لي يا باسم؟ تعرفين ما أحضرته. رجل يحب التعامل الجاد، تعال أرني إياه. بديع، هل سبق أن رأيت شيئاً كهذا؟ بهذه المثالية والدقة؟ لا، لكنني مندهش لأن ذلك لم يسبق لك. لدي ولع بهذه الأشياء. في طفولتي ربطت مع أخواتي شعرنا بالعيدان وزيناه بالحصى. تظاهرت بأنها أندر الأحجار الكريمة. لم نمتلك شيئاً، لكن شعرنا أن لدينا كل شيء. ثمة أسباب تدفع الناس للقائي من أجل نصيحة أو للشعور بالسلطة، وغالباً لكسب ودي. ما سبب مجيئك يا باسم؟ بصفتي جامعة تحف زميلاً، لقد سمعت من الآخرين الكثير عنك، عن ترفك وذوقك، أرغب في التعامل. هل قالوا إنني كنت محظوظة؟ كما أكره هذه الكلمة. عندما وصلت إلى بغداد أول مرة كنت من بين الذين يبحثون عن الثروة، أما الآن فقد أصبح الشرق نفسه كالخاتم في إصبعي. حفرت طريقي بأظافري بينما استسلم الكثيرون وفضلوا الابتعاد عن المشقة، أما أنا فلا أمانع ببعض الخدوش والقليل من الدم.
لا شك أنك عقدت صلات مع من التقيت بهم وساعدوك في الوصول إلى مكانتك. بغض النظر عما يقال، ما حك جلدك مثل ظفرك، لا ظفر غيرك. كل شيء يزدهر عندما تتآلف الأسرة. الأسرة كلمة فارغة من المعنى وأفرغ منها الأفكار. وحدها النفس تنصت إلى أعمق همسات روحك وتتقبلك كلك. لا أحد يعيش وحده، لكننا نموت وحيدين. في نهاية المطاف نحن قطعا وببساطة وحيدون حقا. باسم، كيف أبليت؟ تضج الشوارع بالحديث عن المزاد. انتشرت الشائعات بسرعة، تبين أنها هذه المرأة نين، امرأة تتحكم بالأمور، لابد وأغضبت الكثيرين. أغضبتهم واستعبدتهم على حد سواء، لا عجب في أنها أبقت هويتها طي الكتمان. الآن يرتجف أثرياء الطبقة العليا الأوغاد في أرديتهم الحريرية متسائلين إن كانوا هم اللاحقون.
لن يتوقف التنظيم عند هذا الحد. إذا وصلوا إلى الشرق فلن نعرف إلى أي مدى سيصلون. هل رأيته؟ الجني؟ لقد رحل الآن. لقد رحل. استرح ما دمت تستطيع. عملنا لم ينتهي بعد.